أصل الإسلام وقاعدته وأصل الدين وقاعدته هو توحيد الله والإخلاص له قبل كل شيء، وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، هذا هو قاعدة الإسلام وأصله وأساس الملة، أن تكون العبادة كلها لله وحده، وأن يبتعد عن الإشراك به سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي بعث الله به جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اتركوا عبادة الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هكذا الرسل جميعا بدأوا بهذا الأصل، توحيد الله والإخلاص له والإيمان بالرسول الذي بعث إليه. بدأ الله سبحانه دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد الله وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق من إلا الله، فهي تنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله كائنا من كان من الرسل وغيرهم، وتثبت العبادة لله وحده من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وغير ذلك. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه فالباطل.